بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بحرين الإباء، سلام على بحرين الصمود، سلام على بحرين التضحيات، سلام على بحرين الشهداء، سلام على بحرين الكرامة، سلام على بحرين العزة، سلام على بحرين النصر، سلام على شهدائنا الأقمار الأبرار الأحرار الثوار الذين رووا تراب هذا الوطن ليزهو كرامة وحرية وعدالة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي ولا زالت وستستمر بالتأكيد على التمسك بالخيار السلمي الذي التزمت به الحركة المطلبية في 14 فبراير 2011، واستمرت عليه حتى كسبت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. إن هذا الخيار هو الذي أبرز المطالب السياسية في التحول إلى الديمقراطية، وقدم صدقية على تحضر وانضباط المعارضة في البحرين، مما أعطاها الكثير من الاحترام والتقدير والدعم الدولي. نعلنها وبعالي الصوت دون خوف أو خجل أو تردد رفضنا لأي استخدام لوسائل العنف مهما كان المبرر والغاية، ونؤكد على التمسك بالأسلوب السلمي بالأساليب السلمية التي أبدع فيها الشعب ولا زال، والعمل على تنويع هذه الأساليب والابتكار فيها دون الحياد عن السلمية. إن الأسلوب السلمي هو الذي أقنع العالم بعدالة وحضارية مطالب الشعب البحريني، والحياد عنه يفقد هذه الحركة المطلبية الكثير من المكتسبات. معكم ومع والدة الشهيد السعيد حسين الجزيري، فلتتفضل مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن يوم 14 فبراير يعني لي الكثير، منها أفراحا ومنها أحزان. أفرح عندما ثار هذا الشعب ضد الظلم والاستبداد طالبا حريته وكرامته، متجددا في مطالبه، صامدا في الميدان من أجل العيش الدائم لا المؤقت كما حصل في السابق. وإنني أرى يوم 14 فبراير ويوم العزة لنا جميعا، بعدما كان هذا اليوم هو يوم شؤوم عندما وقع عليه أكثر الشعب بنسبة 98.4%. وفي هذا اليوم يضيق صدري عندما أتذكر ولدي وفلدة كبدي حسين الذي قتل من قبل نظام لا يعرف للطفولية معنى ولا للأمومة حنان، فقد قتلوه كما تقتل الطيور والحيوانات، أي قلوب يحملون. نعم، فقد تركوه على الأرض يعالج سكرات الموت بعد إصابته من مسافة قريبة، ومنعوا الإسعاف من أن يسعفه
فأين سيذهب هذا النظام وأين سيفر؟ فموعدنا بات قريبا والقصاص قادم لا محال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.